من الشخص يلي بتحبوه كتير وبتتركوا كل شي كرمال تقضوا وقت معه، وليش؟ أصحابي في إيه؟ شو اسمه؟ ما في أقول ما فيني أقول سوري رفيقتي رفقاتي كوزاني رفيقتي هي عائلتي، لأنه هي أكتر شي بحبها وبتعمل لي شو ما بدي. ستة وخية بنت. فاليري أختي. أمي أختي، لأن هي دايما بتساعدني وبتلعب معي كل النهار، نلعب سوا.